بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان، اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامج الملعب. بالتاكيد في احداث بتفرض نفسها عشان نتكلم فيها، وفي قضايا وملفات بتكون بمثابه احداث جاريه وشؤون جاريه لابد ان احنا نلقي النظر عليها ونناقشها بكل حياد وموضوعيه زي ما تعودنا دايما هنا من هذا المكان، سواء موجود كابتن احمد شوبير متعلق دائما واللي دايما بنشوف منه تناول القضايا من غير تبني اي وجهات نظر، فقط للعرض للمناقشه بحث عن حلول. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، الحدث اللي بيفرض نفسه ان احنا على اعتاب لقاء غدا، لقاء مهم جدا، لقاء مصيري في اطار تصفيات الامم الافريقيه. عندنا جوله ثالثه في اطار هذه التصفيات والصعود لامم افريقيا اللي ما صعدناش اليها من دورتين سابقتين، وبالتالي هتكون صعبه جدا على الجماهير المصريه وعلى القائمين على الكره في مصر. هذا الموقف الحرج اللي بنحتاج ان احنا نخرج منه عنق زجاجه. ان شاء الله كل الامنيات، كل التوفيق لكابتن شوقي غريب المدير الفني ورفاقه من اللاعبين المتواجدين وافراد البعثه الموجودين هناك، عشان تكون دي الخطوه الاولى اللي نخطوها من اجل ضمان التاهل باذن الله في حاله طبعا التفوق في اللقاءات المقبله والمتبقيه من عمر هذه التصفيات. لقاء بوتسوانا امبارح استفدنا او استعرضنا قدراتنا ومعطياتنا وكابتن شوقي واللاعبين الموجودين والعناصر المميزه، وكان معنا الكابتن جمال عبد الحميد واتكلمنا عن نقاط عديده فنيه. النهارده المران الاخير، والمران يمكن ما بيكونش فيه شغل كتير بدني، ولكن بيكون فيه نواحي تكتيكيه وتظبيطات. كابتن شوقي غريب، المراكز بتبدا تتضح معالم التشكيل بشكل او باخر. ناقشنا امبارح وقلنا ان خلاص حراسه المرمى غالبا هيكون احمد الشناوي، كمان سعد سمير ومحمد نجيب ممكن يكونوا يبتدوا، عبد الشافي ومحمد عبد الشافي ناحيه الشمال، احمد فتحي ظهير ايمن، النني وحسام جالي في نص الملعب، واحتمال يكون السوليه، وليد سليمان، محمد صلاح، عمرو جمال. ده اقرب تشكيل من الممكن انه يبتدي بيه كابتن شوقي غريب، ولكن بالتاكيد كل الحريه وكل الاريحيه له في اختيار العناصر اللي اعتمد عليها في هذا اللقاء، ويعلم جيدا اهميه هذا اللقاء في مشوار التصفيات، وعارفين انه عنق زجاجه ولابد باذن الله نتكاتف عشان نعدي المرحله دي، عشان عندنا بعد كده بوتسوانا يوم 15، وعندنا كمان لقاءين متبقيين امام السنغال وتونس. خلينا نروح لبوتسوانا ونشوف من هناك ايه الاخبار، ونحاول نقرب الصوره بشكل اكبر. المهندس حسن فريد توجه الى هناك وكان موجود، يمكن لحق بالبعثه بالامس، وكان بصحبته محمد صبحي حارس مرمى نادي سموحه والمنضم الى صفوف المنتخب بعد اصابه شريف اكرامي، ليكون بديلا لاحمد الشناوي. معنا من بوتسوانا مهندس حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. مهندس حسن اهلا بحضرتك. اهلا اهلا دكتور، ازيك؟ باشمهندس، في البدايه اكيد حابب اطمن على البعثه بشكل كامل. عارف كمان ان حضرتك عملت جلسه مع اعضاء البعثه من اللاعبين والجهاز الفني من اجل التحفيز، من اجل يعني تحفيزهم بشكل كبير، والمسؤوليه الملقاه على اعاتقهم بيمثلوا مصر، وعندنا امال كبيره باذن الله ان احنا نكون موجودين في امم افريقيا 2015. ان شاء الله ان شاء الله كلام حضرتك مظبوط. انا وصلت النهارده الصبح وكان معايا عبد محمد صبحي، وبعدين اجتمعت مع اللاعبين زي ما حضرتك قلت ومع الجهاز الفني، قعدنا حوالي ساعتين نتكلم وتحفيز للعيبه وننسى الماتشين اللي فاتوا، وبدايتنا هتبتدي من بكره، ولابد ان شاء الله ان احنا نفرح الشعب المصري، ان مصر كلها محتاجه انها تفرح وبيزنس كره القدم، واللعيبه تعهدت انها ان شاء الله بكره هتؤدي مباراه طيبه، وان شاء الله يؤدوا اللي عليهم وتعمل نتيجه طيبه ان شاء الله. يعني اكيد حضرتك من خلال مناقشتك مع اللاعبين ومع افراد الجهاز الفني بتلمس وبتحس وبتستشعر
الشعور اللي بينتابهم، هل نوع من التركيز، هل في شيء من القلق، في شيء من الخوف، خاصة ان كابتن شوقي غريب قال ان عندنا نقص شوية في الخبرات في الموجودين واللعيبة معظمهم من صغار السن؟ طبعا اللعيبه زي ما حضرتك عارف فعلا باحلال وتجديد ولعيبه صغار السن، وده ما يمنعش ان مصر اسمها في كره القدم اسم كبير، وده اللي انا قلته. وزي ما قال المدرب بتاع بوتسوانا قالوا لي امبارح ان احنا بنلعب ابطال افريقيا، فقلت لهم لابد ان يكون هذا الاحساس جوه الملعب، والكره تحتاج الى المجهود والى القوه، ولكن من يتخاذل مش هتديله. واحنا بكره لابد ان احنا المباراه ما تقبلش الاسم على الاثنين بالفعل، واحنا كمجلس اداره اتحاد الكوره وكمسؤولين على اللاعبين وكل شيء ونفسنا نعمل لهم حاجه، وتعهدنا جميعا اللعيبه والجهاز انهم هيقدموا مباراه طيبا باذن الله. طيب باشمهندس حسن، يمكن في عناصر جديده انضمت الى صفوف المنتخب والى القائمه الخاصه بالمنتخب، هل لمست فيها الاستعداد لتمثيل مصر، التمثيل اللي بنتمناه وبنرجوه وبنأمله، وانهم يقدروا يحققوا الهدف المنشود دي، وزي ما قلت حضرتك من شويه الماتش بمثابه امل اخير لمنتخبنا؟ ان شاء الله اللعيبه مركزه، اللي انا لمسته الحقيقه من القعده اللي انا قعدتها معاهم مع الجهاز الفني، هناك تركيز 100%، وان شاء الله ان شاء الله يكون النصر من حلفنا ان شاء الله ونسعدكم جميعا. طيب فعلا في اي عوائق بتعوق المنتخب على سبيل الاقامه، ملعب التدريب كنا سمعنا كابتن شوقي موضوع الاضاءه، هل في اي عواقب من الممكن بتواجهكم في الفتره الحاليه؟ احنا في الملعب الرئيسي دلوقتي، الملعب كويس جدا، نجيله كويسه، الاضاءه لسه ما نورتش، ولكن الملعب اللي انا شايفه قصادي ملعب كويس مش وحش. ده الملعب الرئيسي، يعني منتخبنا تقريبا التدريب الوحيد اللي بيتدربوا على الملعب الرئيسي اللي هو النهارده. فرقه بوتسوانا اتدربت قبلنا ولسه خارجين، واحنا هنبتدي التمرين دلوقتي، والساعه 8 هيكون في الاجتماع الفني مع مراقب المباراه ان شاء الله. حضرتك هتكون موجود في الاجتماع الفني للمباراة ان شاء الله. طيب يعني مش عارف، ربنا ان شاء الله يوفقكم، مهمة صعبة ان شاء الله، يكون منتخبنا بمثابة المباراة هي المباراة اللي هيستفيق فيها بإذن الله ويعود مرة أخرى منتخبنا اللي عهدناه. شكرا جزيلا مهندس حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمرافق لباسة المنتخب في بوتسوانا، كل أمنياتنا الطيبة لمنتخبنا بالتوفيق. كابتن شوقي غريب ورفاقه. مدرب بوتسوانا بيقول ان الفراعنه كتاب مفتوح لينا وبنلعب على الفوز، ده تصريحات جيمس بوتلر المدير الفني لمنتخب البوتسواني، والموقفه شبيه لينا بالظبط، خسران لقاءين امام السنغال وتونس، وبالتالي عنده امال ضئيله في البقاء في هذه التصفيات وانه يتاهل الى تصفيات امم افريقيا، يعني وضعه شبيه لينا بشكل كبير، ويمكن احنا عندنا كمان مباراه زياده على ملعبنا مقارنه بيه، لكن انا بحترم منتخب مصر وعارف انا بواجه مين، وعارف ان الفراعنه هم اسياد القاره الافريقيه، وانه يعلم كل صغيره وكبيره، وقال تحديدا انه كتاب مفتوح هنلعب على الفوز. بالتاكيد الامال والطموحات المشروعه في كره القدم من حقه يقول، من حقه يتمنى فوز للمنتخب اللي بينتمي اليه او المنتخب اللي بيدربه. من شويه المهندس حسن فريد قال انه هيمثلوا منتخب مصر في الاجتماع الفني لبوتسوانا، ده بالفعل هيكون اليوم، هيكون الجلسه في تمام الثامنه مساء بمكان فندق الاقامه مقر اقامه منتخبنا وبعثتنا هناك، هيحضر الاجتماع كابتن سمير عادل ايضا مدير الاداري للمنتخب، وسيقام الاجتماع عقب المران الرئيسي زي ما اكد مهندس حسن فريد من شويه. ان شاء الله يكون كل الامور ميسره وممهده عشان منتخبنا يؤدي بالشكل المطلوب. اكيد هستفيد في هذا الموضوع، وعندي كمان ضيف الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا، مثل مصر في العديد من المحافل والبطولات سواء على مستوى البطولات الافريقيه، مثل مصر كمان على مستوى المنتخبات الناشئين، كان ليه دور، كان ليه بصمه كلاعب، يمكن
اقل حاجه ممكن نفتكرها هي بطوله بوركينا فاسو 98 مع كابتن محمود الجواري، كان واحد من العناصر الاساسيه والمميزه واللي ساهمت في حصول مصر على هذه البطوله، اكيد موضوع المنتخب هنتكلم فيه. ولكن في موضوعات اخرى، وعندي ضيف وناقد رياضي كبير جدا الاستاذ ايمن بدره، معروف دايما بارائه وتصريحاته الجريئه ومنتهى الصراحه، دايما ايضا هيكون معنا من خلال برنامج الملعب، وهنناقش موضوعات كثيره من اهمها طبعا الازمات الموجوده مؤخرا ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه وايضا وعلاقتها بوزاره الشباب والرياضه الحاليه، ودائما ما بيكون في شد وجذب وفي صدامات موجوده ما بين الطرفين. لجنه اولمبيه دوليه اسم منوط به الكثير، اسمه ممثل لاكبر مؤسسه رياضيه في العالم، موجود ممثل ليها في مصر، اللجنه الاولمبيه المصريه كجزء لا يتجزا من اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي بيكون موجود في كل دول العالم اللي بتشترك واللي بتلعب رياضه واللي بتعرف يعني ايه رياضه، يعني ايه لعبات مختلفه مش بس كره القدم. اكيد دور اللجنه الاولمبيه منوط بيها رفع اسم مصر عاليا، وصول منصات تتويج، توسيع قاعده ممارسه الرياضه، الكلام ده اكيد موجود في اهدافها وفي يمكن اللائحه الخاصه بيها. ولما نيجي نشوف ونفتح على الموقع مثلا الرسمي للجنه الاولمبيه الدوليه هتلاقي الرساله وهتلاقي التوجه وهتلاقي السياسه العامه وهتلاقي كلام جميل، كلام معقول ما تقدرش تقول حاجه عنه. ولكن لاحظنا خلال الفتره اللي فاتت ازمات ومشاكل بالجمله ومع اطراف عديده، وكان في شبه تفرق لاصطناع الازمات والصدمات مع اطراف عده، اخرها كان مع وزير الشباب والرياضه، الراجل بيتكلم بيقول ان الوزاره لن تدخر جهد من اجل دعم الاتحادات، وقال كمان ان في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل وخاصه الالعاب الفرديه هيوليها اهتمام، وقال كمان ان مفيش خلاف مع اللجنه الاولمبيه المصريه وان الاجتماعات تمت مع رؤساء الاتحادات، وده تحديدا كان سبب الصدام في الفتره الحاليه، ان رؤساء الاتحادات طلبوا من وزاره الشباب والرياضه ان يكون الدعم ليهم مباشره وما يكونش اللجنه الاولمبيه المصريه طرف فيها، وبالتالي ده طبعا استفز البعض داخل اللجنه الاولمبيه. يمكن كان بشكل كبير الاجتماع اللي فات كان مع 21 اتحاد تحديدا، وكان التخطيط ازاي نأهل الاتحادات دي بما ان يملكوهم من لاعبين ومن مدربين ومن كفاءات فنيه رياضيا، ازاي نأهلهم بشكل جيد، ازاي نخطط لهم، ازاي نساعدهم عشان ما نجيش قبل البطوله بشويه نقول احنا مش جاهزين واحنا مش هنقدر نمثل مصر بالشكل المشرف والشكل الطيب اللي نستنى منه ميداليات وحصد لألقاب. ولكن هل أثرت الخلافات والأزمات الموجودة حاليا ما بين الرئيس بين اللجنة الأولمبية المصرية وما بين وزارة الشباب والرياضة، هل أثرت على الأداء اللي اتكلمنا عن طبيعة أو تخصص اللجنة الأولمبية المصرية؟ قلنا أنها كل شغلها على رفعة الرياضة المصرية، تنمية الرياضة المصرية، توسيع قاعدة الممارسة، توسيع القاعدة الإنشائية والمنشآت والمؤسسات والملاعب. لما نيجي نشوف ونراقب وزارة الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بمنتهى الأمانة في بطولة على فكرة بتلعب دلوقتي للكاراتيه موجودة في استاد القاهرة، بيشارك فيها حوالي 30 ألف شخص في دوري لمراكز الشباب هيتم عمله، أيضا غير الموجود واللي بيتلعب في الفترة الحالية واللي كان فيه نهائي ليه بحوالي من اسبوع، هيعملوا بطوله ثانيه يوم 25/10، لما تلاقي في 1100 ملعب خماسي حديث بيتعمل على مستوى المحافظات كلها. يمكن بشكل عام في جهود كبيره مبذوله من قبل وزاره الرياضه من اجل توسيع هذه الملعب، المفروض يبقى في تعاون، وقلنا لما يبقى في مصلحه عامه لازم نغلبها ولازم نقف كلنا ونبقى ايد واحده لما يكون عندنا هدف منشود، لما يكون عندنا بطوله كبيره اولمبياد ريو دي جانيرو في 2016 في البرازيل. هتكلم مع الاستاذ ايمن بدره في هذه النقاط، وهتكلم في الخلافات ومدى تاثيرها على اداء اللجنه الاولمبيه، وهل ده مرتبط بشكل كبير جدا بالرئيس الحالي للجنه الاولمبيه المصريه المستشار خالد زين اللي طرف في مشاكل عديده مع المهندس عمرو السعيد مثلا رئيس اتحاد الجمباز، وشفنا طبعا الشد والجذب اللي وصل لحد التطاول وتبادل الالفاظ والاشتباك بالايدي كان مطروح وكان موجود، ده فين في لجنه اولمبيه مصريه المفروض انها الاب الروحي لكل الاتحادات، والمفروض انها
يعني قدوة لكل الاتحادات الرياضية، قدوة لكل الجمعيات العمومية ورؤساء الأندية. المفروض أنهم الصفوة اللي بيتم اختيارهم من قبل هذه الاتحادات عشان يمثلوا هذه اللجنة الأولمبية. مستشار خالد زين ارتبط اسمه بالعديد من الأزمات، آخرها المهندس عمرو السعيد، وكمان عنده كلام كتير اكيد هنسمعه وهنتكلم فيه مع الاستاذ ايمن بدره. خلينا نروح للاستاذ مجدي المتناوي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، عشان نشوف قصه باسم علي وهل انتهت الامور بعدما تنازل نادي الزمالك عن شكوى المقدمه. استاذ مجدي اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ علاء، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين جميعا يا فندم. اهلا بيك. اشكرك وصحتك طيب. وصحتك يا فندم. طمنا على مشكله باسم علي يا استاذ مجدي، كان هي مطروحه كما هي يعني مفيش مشكله، واللجنه كانت خدت قرار بناء على شكوى نادي الزمالك. اللجنه كانت خدت قرار بايقاف اللاعب شهر اللي هو يعتبر شهر اكتوبر كاملا، وغرامه حوالي 77,000 جنيه، وتم توقيع العقوبه واختار النادي الاهلي بالعقوبه، والى هذا مفيش جديد يا فندم. لكن مفيش، هل القرار كان فيه عقوبه ويقال ان في جواب او خطاب وصل للنادي الاهلي بيقول ان العقوبه خلاص رفعت عن باسم علي بعد تنازل نادي الزمالك، وده كان خبر هو فندم اللي نشر الخبر ده احد المواقع متعود على الفبركه كده يعني. فدي فبركه من ضمن الفبركات، يمكن انا قلتها لما اتسالت سالت ليه فبركه، يعني موقع مش عارف او صحفي مش عارف ايه الحاجه. فما مش ان هو راح صدر الخبر زي كده عمل بلبله. طبعا مفيش اي جواب طلع من الاتحاد بهذا الشان نهائيا، والامور زي ما هي مفيش اي خالص. اللاعب موقوف شهر، حتى الزمالك كان مقدم جواب بتنازله عن شكواه. ده لسه هيعرض على لجنه شؤون اللاعبين في الاجتماع المقبل لتحدد ماذا، هل التنازل ده ليه جديه؟ هل التنازل ده يخص بيه او ما يخص بيه؟ ده لسه مش من اللاعبين هتقرر هذا الشيء. اما اتحاد الكوره بعد جواب النادي الاهلي برفع الايقاف فده خبر مستبرك مليون في الميه. طيب يعني اذا الازمه ما زالت بقيه او العقوبه ما زالت موجوده. العقوبه موجوده وسريعه حتى تنهي. بالظبط، اذا نادي الزمالك بالفعل تقدم بتنازل عن شكواه، ولكن لسه ما فيش قرار طلع من اتحاد الكوره بيقول كده. لان هو الخطاب كتاب نادي الزمالك هيتعرض على لجنه شؤون اللاعبين، وهي صاحبه القرار اللي هتاخد قرار وترفع على مجلس الاداره. طيب بالنسبه لازمات او الشكاوى المقدمه للجنه شؤون اللاعبين، وحضرتك تعلم جيدا انها بقى لها فتره كبيره، ففي نوع من انواع التراكم لهذه المشكلات، وقلت هتشتغل عليها بالاقدميه. هو طبعا هو اللي حصل ان اللجنه بذلت مجهود كبير جدا، انما كان في شكاوي اللجنه ما استلمت، كان في شكاوى بقى لها سنين، وبعدين حرق مقر اتحاد الكوره، حرق اوراق شكاوي كتير وملفات كتير. فبدات اللجنه تعيد ترتيب الاوراق من اول وجديد، وبدا اللي عنده صوره شكوى معتمده بيجي يسلمها ويتعمل ملف جديد. بذلت مجهود كتير جدا في كنتوا محتاجين وقت عشان تجمعوا الداتا دي؟ طبعا طبعا. انت محتاج وقت ان انت مثلا نادي او لعيب مشتكي او وكيل، الورق ده اتحرق، طب هتجمعه ازاي؟ بتجيب صوره من اللاعب، بتجيب صوره من الوكيل الشاكي يعني، تبدا تجيب اذا كان في صوره في اللي معتمده مختومه في الفرع في اي مكان، بتبدا تعمل الداتا دي. انما باذن الله اللجنه اتشكلت، واعتقد ان هي باذن الله في يعني في الموسم ده باذن الله هتشتغل بالاقدميه وهتخلص بسرعه. استاذ مجدي المتناوي بالتاكيد متابع لباعثة مصر هناك، وكان معنا المهندس حسن فريد من شويه بيقول الامور تسير على ما يرام، ولا ينقص الا تحقيق منتخبنا ان شاء الله فوز على المنتخب البوتسواني. كيف ترى لقاء الغد في مستقبل منتخب مصر؟ باذن الله. يمكن كنت على اتصال انا يمكن النهارده مع المهندس احمد بجاد هناك، وطمني على حال الفريق وحال البعثه، والحمد لله يمكن كلنا تفاؤل باذن الله ان احنا بكره نكون لنا نصيب وناخد الثلاثه نقط باذن الله تعالى. اللعبه مركزه والجهاز مركز، ومفيش غير بقى ينقصنا توفيق ربنا باذن الله في المباراه. هل مباراه الغد ليها اي علاقه ببقاء او رحيل الجهاز الفني الحالي؟ يعني ما نسبقش لحد هذا كده. ما نسبقش لحد هذا. لسه ده قرار، انا مستحق قرار اقول كلمه منفرد باقي او غير باقي. ده حضرتك بيتعرض في مجلس اداره، انما نتفائل خير باذن الله، ونقول ان هم باذن الله الجهاز باقي ووصلنا لكاس. شكرا جزيلا استاذ مجدي المتناوي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، على توضيح مشكله باسم علي، او مش مشكله باسم علي، خلاص في عقوبه موقعه عليه ايقاف شهر. البعض كان بيتكلم عن ان خلاص تم رفع العقوبه بمجرد ان نادي الزمالك بعد تنازل عن الشكوى المقدمه، ولكن يبدو ان لسه الامور لم يتم النظر فيها من قبل لجنه شؤون اللاعبين، فلسه الامر مؤجل. زي ما الامر ده مؤجل ايضا اختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، امر اصبح مؤجل
الرجال يوم الاحد اللي جاي في مؤتمر صحفي كبير هيتم الاعلان عن المدير الفني الجديد. زي ما اتكلمنا امبارح وقلنا اسماء مديرين فنيين مرشحين لتولي قياده الفنيه للزمالك خلفا للتوام حسن، كان دوارتي هو اقرب الاسماء اللي تكون موجوده البرتغالي، ولكن في اسماء كثيره بدات تتردد مجددا. احمد الخضري او الاستاذ احمد الخضري كان معايا امبارح ناقد رياضي متابع لكواليس واحداث نادي الزمالك ويمكن كواليس كلها الخاصه بمناقشات ومفاوضات المسؤولين في نادي الزمالك واللجنه الفنيه المشكله من الكباتن كابتن ايمن يونس، فاروق جعفر، كابتن فاروق جعفر، كابتن حازم امام، كانوا بيدرسوا السيفيهات والسير الذاتيه الخاصه بكل المدربين، وكانوا عايزين عشان يستقروا ويعرضوا على مجلس الاداره ما توصلوا اليه. كلهم كانوا بيتكلموا في نطاق ان يبقى في مدير فني ممارس او لسه كان بيشتغل في التدريب لحد سنه فاتت مثلا في الموسم الماضي، وانه يكون مش غريب على الكره الافريقيه عشان ما يبقاش فيه فجوه ما بين بينه وبين التعامل مع اللاعبين المصريين او مع الكره المصريه بشكل عام. ايضا الكلام كان بيدور على في من جانب اخر على ان المدرب هو الانسب هو المدرب المحلي، ولكن كل الاحتمالات لازالت وارده وكله لسه بيتفاوض بيشوف شوف هل امور الزمالك هتتفاوض، هل الاجر او الراتب الشهري اللي هيتقاضاه هذا المدرب هيتناسب بقدرات وامكانات نادي الزمالك ولا لا. اكيد دي عوامل كتير بيفكروا فيها المسؤولين في نادي الزمالك، لكن ماتورانا وشوستر دول اثنين مديرين فنيين مرشحين وبقوه للاداره الفنيه لنادي الزمالك. دوارتي لا يزال البديل الجاهز، وده اللي اكده احمد الخضري امبارح لما قال ان دوارتي نادي الزمالك ورقه في الايد بالنسبه له. دوارتي خلاص هيشوف في مفاوضات تاني، شايف والله في حد افضل يبقى كان بها، ما كانش كده ودوارتي مضمون في الايد. عموما لجنه اختيار المدير الفني بتفاضل حاليا بين الثنائي الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا والالماني برنارد شوستر لاختيار احدهما لتولي تدريب الزمالك خلفا زي ما قلت لحضراتكم للتوام حسن. تضم لجنه الاختيار زي ما قلت لحضراتكم الكباتن الكبار، وماتورانا عنده 65 سنه تدرب العديد من الانديه والمنتخبات، كان تولى الاداره الفنيه اتلتيكو مدريد ايضا للمصري السعودي، منتخبات كولومبيا وكوستاريكا وترينداد وتوباكو، يعني اسماء كويسه ومنتخبات كبيره وانديه كمان نتكلم عن اتلتيكو مدريد، اذا واحد من المدربين اصحاب الاسماء الكبيره. كمان شوستر عنده 54 سنة درب عدة أندية، شختر دونيستك الأوكراني وليفانتي الإسباني وختافي وأيضا ريال مدريد، فيما لا زال البرتغالي باولو دوراتي في الصورة باقي زي ما قلت لحضراتكم ورقة في الإيد بيعتمد عليها مسؤولين في نادي الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم بكرر إن يوم الحد اللي جاي هيتم وفقا لمصادرنا هيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك عشان يكون خلفا للتوأم حسن. هيتم الإعلان بعد اجتماع مجلس الإدارة مع اللجنة الفنية ويحددوا خلاص ويتفقوا على الاسم الجديد اللي هيخوض هذه المهمة. شبيبة القبائل بيصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك، وانت قلت لحضراتكم ان في شبه توأمة هتحصل ما بين الناديين، نادي الزمالك المصري نادي شبيبة القبائل الجزائري اخوة عرب احباب مع بعض، مستشار مرتضى منصور في جلسة هتجمعه ما بينه وبين رئيس نادي شبيبة القبائل في مباراة هتقام في القاهرة وغالبا هتكون في ملعب الدفاع الجوي خلال هذه الفترة في فترة التوقف، ويمكن البعثة بكرة خاصة بفريق شبيبة القبائل هتصل في 12 الظهر غد الجمعة بإذن الله. مباراة منتخبنا بإذن الله هتكون في 6:30، كل أمنياتنا الطيبة لكابتن شوقي غريب ورفاقه بالتوفيق. ولكن لما نيجي نبص في التشكيل ونتابع كنا اتكلمنا بالامس مع كابتن جمال وقلنا احمد الشناوي في حراسه المرمى بالتاكيد بعد سفر محمد صبحي واصابه شريف اكرام. محمد صبحي هو الاقرب يكون بديل للشناوي، سعد سمير ومحمد نجيب ومن الممكن يكون علي جبر، ولكن سعد سمير ومحمد نجيب البعض تحدث او فنيين تكلموا انه سعد سمير ومحمد نجيب بيلعبوا جنب بعض في النادي الاهلي وبالتالي متعودين على اداء بعض. وكابتن جمال امبارح بيقول في دايما مساك بيبقى متعود دايما انه بيلعب مثلا ناحيه اليمين او ناحيه الشمال زي وائل جمعه، وبالتالي بيكون بيأدي في المكان ده افضل من غيره، وكمان لما يكون في نوع من انواع الانسجام واحد بيروح على الكره الثاني بيغطيه بكيرف او بميل معين وبالتالي بيقدروا يغطوا النواحي الدفاعيه بشكل جيد، ده اللي بنتمناه طبعا. عبد الشافي طبعا لا غبار عليه واظن انه مركز الجهه اليسرى هو الاحق والاقدر بها في الفتره الحاليه. احمد فتحي في الباك رايت مع زي ما قلنا في غياب لحازم امام في غياب للمحمدي وبالتالي ما فيش بديل
في جهه اليمنى سواء احمد فتحي، مع ان كان تكهن البعض ان الكابتن شاور غريب من الممكن انه يدفع بيه في نصف الملعب. النني وحسام غالي او السليه دول الاثنين الارتجاز اللي يلعبوا، هل من الممكن يكون ابراهيم صلاح ورا موجوده على الدكه او يكون موجود في التشكيله الاساسيه؟ ده اللي هنشوفه مع سير اللقاء. وليد سليمان بعد الكلام وقالوا عنده اجهاد في السمانه تقريبا او في العضله الخلفيه، حاجه شد بسيط، ولكن الجهاز الطبي للمنتخب اكد انه خلاص سليم تماما وان شاء الله يكون موجود. ايمن حفني ايضا من ممكن يكون من البدلاء والاوراق الرابحه لكابتن شوقي غريب، موجود محمد صلاح وعمرو جمال على بشكل كبير من ممكن يكونوا في التشكيله الاساسيه. عموما ايا كان مين هيلعب مين موجود في الملعب، هم يقدروا حجم المسؤوليه الموجوده على عاتقهم ويعرفوا جيد انهم بيمثلوا اسم مصر في هذا المحفل، وان ده الامل الاخير وفقا لوصف الكابتن شوقي غريب، وان المباراه دي هتكون عنق زجاجه ان شاء الله نخرج منه بخير وسلام. ولعنه الاصابات زي ما بعض ردد قال ان لعنه الاصابات من ممكن تصيب الفراعنه، لا الاختيارات موجوده والاختيارات متاحه، واظن بشكل كبير جدا كابتن شوقي غريب عنده قماشه كبيره من اللاعبين من ممكن يختار منها. عندنا 12 محترف ايا كان الرقم، ولكن المهم الكيف او المضمون لازم يكون موجود. طيب نروح نشوف اخبار نادي الزمالك وناخد جوله كده في اخبارنا. الزمالك بيمهل عمر جابر واحمد توفيق 72 ساعه للتجديد، امبارح كان في خبر بيقول مهلهم 24 ساعه. عموما يبدو ان مسؤولين نادي الزمالك اجلوا شويه البت في هذه القصه. عموما موقف عمر جابر واحمد توفيق بشكل كبير جدا متشابه، عقودهم هتنتهي مع نادي الزمالك في يناير المقبل، وبالتالي في مطالب من مجلس اداره نادي الزمالك للاعبين بانهم يجددوا ويمددوا عقودهم لفتره ثانيه لحين وجود عرض يتناسب مع امكانيات اللاعبين ويرضي مجلس اداره نادي الزمالك، ونفس الامر اسوه بمحمد ابراهيم كما قيل من قبل. يمكن كان في استياء شويه في مجلس الاداره من المماطله من جانب احمد توفيق، خاصه ان كان تردد بعض الكلام انه من ممكن يكون في مفاوضات من جانب النادي الاهلي، الامر اللي استبعده الكابتن تيجانا كابتن اسماعيل يوسف وقال بستبعد ان يكون في مفاوضات مع اللاعب. عموما الموضوع اجل 72 ساعه 3 ايام عشان يكون في حسم لهذا الموقف، موقف اللاعبين اما التجديد او غير ذلك. الزمالك بيخاطب وزير الرياضه لحضور وديه الشبيبه، دعوه موجهه من مجلس اداره نادي الزمالك للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، ايضا للسفير منذر العرباوي سفير دوله الجزائر الشقيقه بالقاهره عشان يكونوا موجودين يوم الاحد اللي جاي في ملعب الدفاع الجوي تحديدا في اطار طبعا دعم العلاقات الطيبه ما بين الناديين العربيين الشقيقين. ايضا زي ما اتكلمنا من شويه مع اتحاد الكوره واتكلمنا مع الاستاذ مجدي المتناوي على مشكله باسم علي، الجبلايه بتضع الصخره في مازق وتؤكد استمرار ايقاف باسم. نفى الكابتن ثروت سوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم ارسال اي خطابات للاهلي صباح اليوم بشان رفع الايقاف عن باسم علي. ده اكده كمان الاستاذ مجدي المتناوي، قال ان مفيش خطاب صادر من اتحاد الكوره بيقول ان تم رفع الايقاف او تم البت حتى في الشكوى موجوده والمنظوره لدى اتحاد الكوره، ولكن في ورقه جت من نادي الزمالك بتقول في تنازل عن هذه الشكوى، واظن ان الامور في طريقها الى الحل، ولكن حتى الان في عقوبه موقعه لشهر ايقاف لباسم علي. اضاف ثروت سيرينم او العميد ثروت سيرينم ان مجلس اداره الجبليه لم يجتمع حتى الان، فكيف سيتم ارسال خطاب يفيد برفع هذا الايقاف، موضحا ان لجنه شؤون اللاعبين لم تصدر اي قرار جديد حول رفع هذا الايقاف، ويمكن كان الايقاف شهر من اعتبارا من 1 اكتوبر والتغريم حوالي مبلغ 87,000 جنيه على اللاعب عشان نوقع لناديين، ودي ازمه خلاص ما بتحصلش في عصر احترافيه. لو بنفكر في احترافيه وخلاص ازاي نتعامل وفقا ليها وازاي نبقى عندنا دوري قوي دوري محترف، عندنا اتحاد كوره بيدير مسابقه باحترافيه، ما يبقاش عندنا الغلطات دي حتى من لاعبتنا، يعني مش خلاص المفروض يرتقي بدايه عن دوري الهواء. الاهلي بيخوض نهائي الكونفدراليه باستاد القاهره، خلاص تحدد بصفة رسمية إقامة هذا اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، والأهلي تلقى خطاب خلاص من هيئة استاد القاهرة يفيد بالموافقة على استضافة المباراة المحدد لها يوم 6 ديسمبر المقبل، مباراة هامة للأهلي أمام سيو سبورت الإيفواري، وإن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحسم الأمور ويقدر يضيف بطولة جديدة إلى سجل بطولاته. هذه البطولة المستعصية على الأندية المصرية بطولة الكونفدرالية لم يحصل عليها أي نادي مصري من قبل، كان النادي الإسماعيلي يوسف فقط للمباراة
المباراه النهائيه. النادي الاهلي ايضا بيخاطب مجلس الوزراء نهايه الاسبوع المقبل للترتيب لجلسه بين طاهر ومحلب، ده اللواء محمود علام على عن قيام النادي نهايه الاسبوع المقبل. هيخاطب مجلس الوزراء، عايزين يرتبوا قعده ما بين رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وما بين رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب من اجل حصول القلعه الحمراء على ضمانات وتسهيلات لانشاء فروع للنادي بعده محافظات من اجل توسيع قاعده النادي والانتشار في كافه المحافظات. وقال كمان ان الجلسه هتشهد حضور المهندس محمد عبد الوهاب واللي تم تكليفه في وقت سابق بتولي ملف انشاء فروع للنادي في المحافظات، وهيتم خلال الجلسه محاوله اقناع مهندس ابراهيم محلب بحصول الاهلي على اراضي لبناء افرع جديده بمنطقه زي التجمع الخامس وايضا بمناطق مختلفه في المحافظات. يمكن كمان بشكل عام النادي الاهلي شويه في تصعيد لمجموعه من الناشئين، يمكن ابرزهم محمد هاني اللي قالوا من الممكن يكون بديل لاحمد فتحي، وفرصه ممكن تكون موجوده في لقاء الشرطه اللي جاي اللي هيكون يوم 18/10. خلاص موضوع اكرامي حسم ما فيش اي حاجه، اصابته بسيطه مش هتحتاج لجراحه، وبالتالي من الممكن يكون موجود في الملاعب في اقرب وقت. النادي الاهلي كانوا قلقانين شويه على شريف اكرامي عشان مباراه القطن الكاميروني، وقالوا كمان اللي هي في نوفمبر المقبل، وقالوا احتماليه عدم المشاركه. شريف اكرامي حسم كل الامور ده بتويته بالامس، قال فيها ان الاصابه بسيطه ولن تحتاج الى تدخل جراحي. زي ما قلت لحضراتكم 6 لاعبين بعدين هيبقوا في تدريبات الاهلي، ده اللي قرره مستر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الاهلي. خلاص كابتن وائل جمعه موجود مع الفريق، كان بيأدي فريضه الحج وخلاص عاد بالامس عشان يكون موجود. طبعا بنتكلم عن النادي الاهلي، فريق كره اليد بالنادي الاهلي طبعا عنده استعدادات لبطوله افريقيا لكره اليد اللي هتنطلق غدا بتونس باذن الله، او اليوم بتونس باذن الله. المدير الفني كابتن طارق محروس قال ان المجموعه قويه وان هيحاول بذل قصارى جهد هو ولاعبيه من اجل طبعا الحصول على هذه البطوله. عنده الافريقي التونسي وداد سماره دولا الكاميروني، دول 3 انديه بيشاركوا في هذه البطوله، البطوله بتحتضنها تونس، وبالتالي وجود الافريقي التونسي اكيد هيكون منافس قوي ولكن منافس شقيق للنادي الاهلي. تابعنا بالامس تعيين كابتن حماده صدقي في وادي دجله، وكمان كابتن رمضان السيد في بتروجيت، كمان كان موجود في نادي سموحه لافاني المدير الفني الفرنسي، وكان قلنا كمان احصائيه قلنا ان في 3 مدربين مش موجودين مع فرقهم في اول 3 اسابيع او في اول 4 جولات من هذا الموسم. الموسم اللي فات كان في 9 مدربين على مستوى الموسم كله طول السنه، كان في تغيير 9 مواسم. هل هيستشهد الفترة اللي جاية امتداد لتغيير الأجهزة الفنية وتتابعها؟ نادي الزمالك أيضا كابتن حسام حسن، كابتن حمادة صدقي ترك سموحة، أيضا كابتن مختار ترك بتروجيت، وده أكيد هيتضح خلال الفترة اللي جاية، وكمان هتناقش فيها مع كابتن عبد الظاهر السقا اللي يكون ضيفي النهارده في هذه الامور الفنيه، وعلاقه تغيير الاجهزه الفنيه بالاستقرار داخل الانديه والنتائج كمان اكيد مرتبطه بيها. خليني اقول لحضراتكم مباريات الجوله الثالثه للتصفيات الافريقيه في 24 لقاء او 28 لقاء لانهم 7 مجموعات في 4 منتخبات، وبالتالي يكون الحصيله 28 لقاء على يومين جمعه وسبت. يوم الجمعه ان شاء الله 10 اكتوبر هتكون المواجهات بالغد ما بين بوتسوانا ومصر، وده المباراه اللي اتكلمنا عنها واستفدنا بشكل كبير، ولسه كمان هنشوف النهارده مع كابتن عبد الظاهر السقا. ليسوزو وانجولا ده لقاء ايضا هيقام بالغد، والسنغال وتونس، وخلاص المنتخب التونسي وصل اليوم الى دكار في السنغال استعدادا لهذا اللقاء. يوم السبت 11 اكتوبر هيكون ملاوي والجزائر، اثيوبيا في مواجهه مالي، اوغندا امام توجو، وموزمبيق يواجه كاب فيردي، اما سيراليون فيقابل الكاميرون، والكونغو في مواجهه امام ساحل العاج، بينما يلاقي ايضا الكونغو الديمقراطيه جنوب افريقيا، والنيجر امام زامبيا. يمكن بشكل كبير دي مباراة هتكون قوية، يمكن الأبرز لقاء منتخب مصر النيجر وزامبيا، والسودان ونيجيريا، والجابون وبركينا فاسو، وغينيا يواجه غانا، وأظن أن أبرز اللقاءات هتكون في المجموعة 7، وده اللي بيهمنا بشكل أكبر وضع منتخبنا في المجموعة. وضع محرج جدا، وضع يخوف يقلق يوتر، بالفعل هو متزايد للمجموعة، الفرص المتبقية قليلة ضئيلة.
كابتن شاوي المدير الفني بيقول لك الامل الاخير مباراه حتميه لازم باذن الله باذن الله نكسبها وعشان نكون موجودين ويكون عندنا لسه امال متبقيه فيما تبقى من لقاءات. منتخبنا عملها قبل كده في 2010 لكن هل الاحوال كانت هي هل كان في توقف للنشاط الرياضي؟ اظن الاجابه لا. هل كان في تجمعات ومعسكرات وكان في استقرار زي ايام كابتن حسن شحاته؟ بالتاكيد امور هترد عليها وتتضح اجابتها خلال مباراه الغد. وزي ما اتكلمنا قلنا خلاص ناخد الامور خطوه بخطوه، نعدي لقاء بوتسوانا هناك وبعدين نفكر في لقاء بوتسوانا في القاهره يوم 15 وبعدها ناخد مرحله بمرحله عشان ما نحاولش نفكر في البعيد عشان نعرف نركز ونستقر احنا عايزين ايه ونحدد هدفنا. ولكن اللقاء اللي هيكون يوم الاحد ما بين الزمالك وشبيبة القبائل الجزائري مباراة طيبة فيها فكرة جميلة وطيبة من الطرفين انهم يكونوا موجودين ويحاولوا يوطدوا العلاقات بشكل اكبر. يمكن خلاص الامور بدأت خلاص تخمد واي كان مشاكل كانت موجودة من ايام مصر والجزائر في تصفيات كاس العالم لو تفتكروا خلاص الامور بدأت تهدأ، وده اكيد هذا الموقف بيعزز من هذا الاتجاه وبيأكد على ضرورة ان احنا نؤكد دايما ان الرياضة رسالة سامية لتوطيد العلاقات. معنا دكتور سالم محمد مندوب نادي شبيبة القبائل الجزائري. دكتور سالم اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بكامل الصحه والعافيه، اهلا بيك. يعني بالتاكيد كنتوا حريصين على تلبيه الدعوه انكم موجودين مع نادي الزمالك تخوضوا لقاء ودي يوم الاحد الجاي في حضور السفير الجزائري في القاهره وفي حضور وزير الشباب والرياضه اللي تم توجيه الدعوه اليهم. تحديدا عايز اعرف تفاصيل اكتر عن هذه الفكره وهذا الاتجاه. انا وكيل اعلام مصري. علاقاتي بالجزائر ممتده وانا يعني من الناس اللي عملت شغل كتير في الجزائر. وانا كنت في زياره في الجزائر في فتره المونديال وطلعت تصريح للمستشار مرتضى منصور بيقول فيه انه هيشجع هو شخصيا منتخب الجزائر في المونديال لانه بيمثل العرب وبيدعو الشعب المصري كله انه يشجع الجزائر. وكان بجواري مباشره الرئيس محمد شريف حناشي فقال له ترجم لي هو بيقول ايه، فانا قلت له بالظبط. فعمل تصريح في الجرائد الجزائريه ردا على كلام المستشار مرتضى منصور وقال ده راجل محترم واحنا بنحب الشعب المصري وكل ما حدث من تشوهات في صوره الشعب المصري او الجزائري بعد الاحداث ملهاش اي لازمه في الوقت الحالي. بالظبط. وقال لي وجه الدعوه لنادي الزمالك يلعب معانا سواء في الجزائر او في القاهره. فجت الفكره ووجه الاستاذ شريف محناشي للمستشار مرتضى منصور خطاب عيد عليه بمناسبه العيد وانا الله بمرور 41 سنه على حرب اكتوبر العظيم وطلب منه انه يعمل لقاء ودي برغم ضيق الوقت عشان عايزين برضه نقدم شكر للمستشار مرتضى منصور كابتن اسماعيل يوسف وكابتن محمد صلاح ان هم كانوا مرتبطين بمباراه يوم الاحد مع منتخب السويس. مع منتخب السويس يوم 12. ولكن هم قدروا ان شبيبة القبائل هتيجي يعني هتيجي للمباراه مخصوص، يعني هم مش عندهم ارتباط في مصر. هم جايين يوم الجمعه يلعبوا المباراه ويرجعوا. والمستشار مرتضى رحب وقدم دعوه على غدا البعثه كامله يوم السبت في نادي الزمالك، عمل مؤتمر صحفي. وبالمناسبه اعتقد ان نادي الزمالك و الجماهير المصريه بتتضامن مع الشبيبه في العقوبه الموقعه عليها من الكاف ايقافها سنتين عن المشاركه في الشامبيونز ليج. واعتقد انها مباراه سياسيه بالدرجه الاولى. رد الفعل في الجزائر كان غير طبيعي لدرجه ان بعض الصحف كتبت ان الزمالك يستعد لاستقبال الشبيبه كاستقبال الملوك ودي حاجه كويسه. رد الفعل في بعض التقارير التلفزيونيه الجماهير الجزائريه وخاصه جماهير الشبيبه فرحانه جدا للقاء واعتقد ان دي بدايه لعوده الاوقات وللتاريخ. بالظبط. اول مباراه للتاريخ. بالظبط. اول مباراه وديه بين نادي جزائري ونادي مصر. كل المباريات اللي كانت قبل كده رسميه كانت مباراه رسميه في اطار البطولات الافريقيه.
شكرا جزيلا استاذ سالم محمد مندوب نادي شبيبه القبائل. بالتاكيد فكره طيبه بتوطد دور الرياضه وازاي نقدر نوظف الرياضه بشكل ايجابي وازاي نحاول نعتمد عليها في تدعيم العلاقات ما بين الاشقاء بشكل كامل. كمان عندي خبر من محاكمه نائب رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بتهمه الاحتيال. ده الاوروغواني فيجيريدو احد نواب رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم جوزيب بلاتر، وكان بيخضع للمحاكمه امام احد المحاكم المدنيه في العاصمه اوروغواي. كان الكلام ده الاربع من اجل تقديم دفاعه في القضيه المثاره ضده من قبل نقابه لاعبي كره القدم في بلاده، واتهمته بالضلوع في جرائم احتيال ونصب وقصص وقضايا من هذا الاتجاه. وقال انه لجا للمحكمه او لجات للمحكمه كما طلب منه انه يخضع للمحاكمه، وهينتظر ما يحمله المستقبل. واشكك طبعا، وقال ان القضيه كلها فيها اتهامات وانه يعني هيكون موقفه واضح فيها في الفتره اللي جايه من خلال الدفاع اللي موجود. القضيه بدات في ديسمبر الماضي باتهامه يعني في بسوء الاداره، وانه كان في نوع من انواع الاختلاس، ولكن ده التهمه الموجهه اليه، تهمه الضلوع في جرائم احتيال. وده مقدمه طبعا او دعوه مرفوعه من نقابه لاعبي كره القدم في الاوروغواي. طبعا كابتن حماده المصري بن عزيز في وفاه والده انتقل رحمه الله فجر اليوم، وطبعا نتمنى من الله ان يغمده برحمته ويدخله فسيح جناته. كل العزاء من اسره البلاوي للكابتن حماده المصري عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. طيب نادي الزمالك عنده تدريب للمجموعه اللي طبعا مش موجودين في المنتخب، بيحاول يستعد وفقا للجهاز الموجود حاليا. المران طبعا اكيد بيقوده كابتن محمد صلاح مع كابتن اسماعيل يوسف، مع مجموعه كمان مع كابتن حماده انور، كلهم بيستعدوا. عندهم لقاء هام امام وادي دجله، وده هيكون بمثابه لقاء افتتاحي لكابتن حماده صدقي مع فريق وادي دجله. كيف يستعد نادي الزمالك لهذا اللقاء؟ ايضا النادي الاهلي بعدها هيكون عنده لقاء، طبعا الزمالك هيستعد بلقاء شبيبه القبائل، وبعدها لقاء اخر طبعا هيخوضه ويمكن مع نادي الشمس تحديدا. ويمكن بشكل كامل الامور بدات تتضح تاني، والزمالك يشوف يقف على رجليه ويحاول يشوف لقاءاته المتبقيه من الدوري بعد التفوق 6 أهداف على طلائع الجيش، ثم التعثر وزي التعثر امام الداخليه وتعثر امام اتحاد الشرطه بالتعادل. وكمان النادي الاهلي في افتتاحيه مشاركته في الدوري كان عنده لقاء امام الرجاء اخفق فيه ونال هزيمه فيه، ولكن دوره طويل والمباريات كتير والفرق مستوياتها متقاربة بشكل كبير جدا، ويمكن بيحاول كل فريق انه يجتهد ويسعى، ولكن في فرق مغمورة كما بتوصف ولكن بتستطيع انها تحقق انجازات. لو شفنا شكل الدوري هنلاقي الرجاء متصدر للمجموعة. هنشوف وهنتكلم في تفاصيل كتير مع ضيفي الكرام الناقد الرياضي استاذ ايمن بدره وايضا كابتن عبد الظاهر السقا، هم حول موضوعات كثيره اتكلمت مع حضراتكم وقلت لكم هيكون في مناقشه لازمه اللجنه الاولمبيه المصريه مع وزاره الشباب والرياضه، وايضا كيف يرى كابتن عبد الظاهر السقا استعدادات منتخبنا للقاء بوتسوانا الهام غدا. فاصل بعد الفاصل هنكمل كلام. إلى جانب لقاء الملعب الوطني في العاصمة غابورون بين بوتسوانا ومصر، تشهد القارة السمراء غدا وبعد غد 23 مباراة أخرى في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الأراضي المغربية بداية العام المقبل. في المجموعة الأولى يستضيف منتخب الكونغو منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني ب4 نقاط، ويحل حامل اللقب منتخب نيجيريا الثالث بنقطة وحيدة ضيفا على المنتخب السوداني الذي يحتل المركز الأخير بدون رصيد. نبقى مع المنتخبات العربية المشاركة في غمار هذه التصفيات، حيث يشد المنتخب الجزائري الرحال لمواجهة ملاوي في لقاء يسعى خلاله الخضر لمواصلة مسيرة الانتصارات والابتعاد بالصدارة بعد أن حصدوا العلامة الكاملة في أول لقاءين. أما منتخب مالي ثاني الترتيب بفارق الأهداف عن ملاوي
فيواجه المنتخب الإثيوبي في أديس أبابا في لقاء يديره الدولي التونسي محمد سعيد كردي. في المجموعة الثالثة يأمل منتخب بوركينا فاسو وصيف النسخة الماضية في حصد ثالث انتصاراته والابتعاد بالصدارة عندما يحل ضيفا على المنتخب الجابوني الذي يحتل المرتبة الثانية بأربع نقاط. ويطمع منتخب أنغولا متزيل الترتيب بدون رصيد في العودة لدياره بأول فوز في مواجهة منتخب ليسوتو صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة. المجموعة الرابعة تشهد مواجهة فض الاشتباك على المركز الثاني بين منتخب الكونغو الديمقراطية وضيفه المنتخب الإيفواري، فيما يسعى منتخب الكاميرون لمواصلة تألقه وحصد ثالث انتصاراته في مواجهة منتخب سيراليون مستغلا إقامة اللقاء على أرضه بقرار من الكاف بسبب تفشي الإيبولا في فريتاون وباقي مدن سيراليون. في المجموعة الخامسة يتواصل الصراع بين المنتخبين الأوغندي والغاني في الصدارة بعد أن جمع أربع نقاط في أول جولتين، حيث يواجه الأول منتخب توغو متزيل الترتيب بدون نقاط في كامبالا، ويلعب البلاك ستارز مع منتخب غينيا ثالث الترتيب بثلاث نقاط. وفي لقاء يديره الدولي المصري محمد فاروق يخوض منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة السادسة بست نقاط لقاء صعبا خارج الديار مع منتخب موزمبيق ثاني الترتيب بنقطتين، ويستضيف منتخب النيجر صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة نظيره الزامبي بطل النسخة قبل الماضية. أخيرا وفي المجموعة السابعة يسعى منتخب مصر بطل إفريقيا سبع مرات لتحقيق فوزه الأول والابتعاد عن المركز الأخير في مواجهة مضيفه منتخب بوتسوانا الذي يحتل المركز الثالث بدون رصيد أيضا، فيما يشهد ملعب ليوبولد سيدار سينغور في العاصمة داكار لقاء القمة بين المنتخب السنغالي المتصدر بست نقاط وضيفه المنتخب التونسي الذي يتأخر عنه بفارق الأهداف.